طب ممكن نروح لدوري الابطال شويه واسالك عن تحديدا البايرن، وبرده لو هنروح لباريس سان جيرمان الخطوات لحد دلوقتي بتشوفها ازاي؟ يعني لو في الشامبيونز ليج باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ماشيين كويس يعني. طبعا يعني بايرن بياكل زي ما بنقول كده بياكل المنافسين بتوعه الارض واليابس. باريس سان جيرمان برضو كنتائج لو كان تعادل مباراه كسب مباراتين منهم مان سيتي فهو ماشيين بشكل جيد. يمكن باريس في الدوري رغم ان هو متصدر لكن الناس حاسه ان مش ده المستوى بتاع الفريق بالظبط بحجم هذه النجوم، لكن بايرن اعتقد سواء في الدوري او في الشامبيونز ليج يعني بايرن لسه قدامه شويه على ما نلاقي حد يقدر يقفوا في البوندز ليجا، لكن في الشامبيونز ليج ليفربول يقدر يجاري بايرن جراها قبل كده، مانشستر سيتي يقدر، باريس سان جيرمان نفسهم يقدروا، يعني الامور بتبقى حسب الحاله نفسها في الوقت. يعني انت قلت على باريس سان جيرمان يعني مش الاداء المتوقع من الناس كلها بعد الاسامي الضخمه دي، على فكره دي عايزه او ده لغز محتاج يتشرح، لان فعلا ناس كتيره جدا كانت متوقعه حاجه تانية. انا بتكلم عن اداء عام مش يعني في دوري الابطال تحديدا. باريس سان جيرمان ماله يعني مش ده اللي احنا كنا متوقعينه اطلاقا؟ هل فكره وجود اكثر من نجم بشكل كبير يعني له تاريخ كبير كمان اصبح شيء مضر اكثر ما هو نافع؟ يعني ساعات الحاجات دي ساعات بتبقى مضره وساعات يعني الطبيعي تبقى مفيده، لكن هي ساعات بتبقى مضره لو النهارده المدرب مثلا مش على قدر الامكانيات يعني او اللعيبه ممكن تكون حاسه ان المدرب اقل شويه من ان هو يبقى موجود مع الفريق، زائد ان كل لاعب في الفريق ده حصل مع ميسي شويه يعني. يعني ده كل لعيب يعني النهارده ميسي عنده تطلعاته، نيمار عنده تطلعاته، مبابي عنده تطلعاته، هم في الملعب بيحاولوا يساعدوا زي ما شفنا لقطه ميسي ومبابي في موضوع ركلات الجزاء اللي كانت في ماتش دوري الابطال، وده بيسيب ده يشوط وبعد كده ميسي يسيب امبابي يشوط رغم ان كان ميسي ممكن يجيب اول هاتريك ليه مع باريس سان جيرمان، ولكن الواضح ان باريس سان جيرمان محتاج ممكن يكون محتاج مدرب اقوى شويه من الموجود حاليا بحيث ان الشكل يبقى افضل، لان فنيا ولا شخص يعني شخصيا الاثنين في الكوره دلوقتي لازم كل حاجه تبقى موجوده. ممكن المدرب على فكره يبقى كويس كفنيا وشخصيا، ممكن الموسم اللي بعده هو نفسه يكون تعب او مرهق في حاجه بس تقل عن حاجه. في حاله باريس سان جيرمان بصفه خاصه اللي محتاجين حد ذو قدرات ويعني ايه عنده شخصيه طاغيه قوي عشان يعرف يسيطر على النجوم دي بالظبط ويطلع يخلي في كل واحد فيهم يطلع يعني يطلع افضل ما عنده اللي يبقوا مع بعض الفريق، لان برضو مبابي دلوقتي خلاص هو واحد بنتكلم فهو بيلعب وكل الناس عارفه ده اخر موسم ليه مع الفريق. نيمار وميسي الفكره النهارده ميسي ازاي حتى الان ميسي ما جابش اي هدف في الدوري الفرنسي فهم متصدرين ومحجره معاه جاب بنسبه كبيره هم هيكسبوا يعني الدوري الفرنسي مش هيبقى مش هيخرج يعني صعب قوي ان هم ما يكسبوش، ولكن الناس مستنيه تشوف يعني باريس سان جيرمان حاجه كده اللي هو ايه طيارات في الملعب. ايوه بالظبط كنا بنقول كده.